السلام عليكم ورحمة الله. زبائن شركة زيبارتك ميدل إيست لبيع أجهزة فحص صبغ السيارات وكشف الصبغ والسمكرة. اليوم عندنا تجربة الفرق ما بين الكوميتر البريطاني أو الإنجليزي وما بين كيونكس هاندي الألماني. نشوف الفرق بالقراءات. هذا بيعطي 4.5 هون، وهذا 4.5 نفس القراءة، 3.5، وهذا بيعطي 3.5. هون عندي 4.5 وهذا 4.5، إذا نفس القراءة. إذا السطح قراءاته ما بين 3.5 إلى 4.5، ماشي من زيد نص ومن نقص نص، يعني من 3 إلى 5 الصبغة بتكون وكالة. شوف هون القطعة هاي تعطي 4، هذا بعطي 4 هون، هذا بعطي 4.5، إذا صبغة وكالة 4.5. نفس القراءات لو ملاحظين، 4 نفس القراءة 4. إذا هون عندنا 7.5، هاي القطعة مصبوغة، هاي القطعة خرجت على الرينج اللي هو 5، تمام. إذا هاي مصبوغة. نشوف البواب اللي هون، هاي 4 وهاي 4 صبغة وكالة. نيجي هون، هذه 4 وهاي 4.5 صبغة وكالة. نشوف هون 8 وهون 7.5، إذا 7.5 أو 8، إذا هذه القطعة مصبوغة. لو نشوف هون 6.5 وهون المنطقة الحساسة هي 5.5، إذا هاي القطعة مصبوغة. لطلب الجهاز يرجى الاتصال على 0501679410. نحن وكلاء الحصريين لجهاز دكتور كينكس الهاندي الألماني، وكلاء لجهاز وكلاء توزيع معتمدين من شركة الكوميتر البريطانية. الأجهزة 2 متوفرات عندنا. يرجى الاتصال على 0501679410 من داخل الإمارات، ومن خارج الإمارات على 0971501679410. نشوف البنية مثلا 3.5، إذا صبغة أصلية 4، 3.5، 4، 4، إذا بنية صبغة وكالة. شكرا جزيلا للمشاهدة.